الخير مع حضراتكم، لسه مكملين هذا الصباح وفقرتنا التانية وحوارنا التاني، وهيكون عن السياحة. ويمكن كلنا متابعين الطفرة الكبيرة اللي بيحدثها قطاع السياحة في الفترة الأخيرة، وأي حد يمكن يزور أي مكان سياحي هيحس بالفرق الكبير في أعداد السائحين الموجودين عن السنة اللي فاتت كمان تحديدا. وطبعا البنك المركزي بيتابع بشكل دوري التدفقات السياحية والعائد من التدفق السياحي، واللي أعلن إن هو وصل ل 12 مليار و6 من عشرة، وكده إحنا اقتربنا لنقطة القياس اللي هي دايما بتبقى عام 2010، اللي هي كانت محققة أعلى معدلات في السياحة اللي جات لمصر. طبعا إحنا بنقترب منها بشكل كبير، ده بيعود للفضل الأول طبعا لعنصر الأمان والأمن اللي وفرته الدولة في السنوات الأخيرة، بجانب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي أيضا. دي كلها نقاط هنتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة في حوارنا اللي هيكون مشرفنا فيه الأستاذ هشام شوقي متولي، رئيس قسم السياحة بجريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ هشام. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. معنا تقرير كده قبل ما نبدأ مع حضرتك هنتابعه ونرجع معاك نلقي الضوء على السياحة وقطاع السياحة والطفرة اللي أحدثها في الفترة الأخيرة. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقا كبيرا ومرت بنجاح ووصلت لحالة استقرار كبير، وأشار أن الدولة المصرية تجنبت الصدمات وجاهزة للاستقرار بفضل ما تملكه من موارد، موضحا أن مصر كانت تعاني من مشاكل في السياحة، إلا أن السياحة المصرية عادت مرة أخرى للازدهار وحققت حوالي 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على استقرار الأوضاع. كما أضاف عامر أن البنك المركزي رفع مبادرة قطاع السياحة إلى 50 مليار جنيه، وهذه مبادرة ضخمة، مؤكدا أن البنك المركزي لن يتأخر عن أي قطاع في الدولة لأن الهدف هو النهوض بالدولة. وتعد مصر من أهم المقاصد السياحية في العالم لما تملكه من أثار ومناطق سياحية فريدة، بالإضافة إلى الجو المعتدل خاصة في فصلي الربيع والشتاء. وتتميز مصر بوفرة الأماكن السياحية على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى امتلاك مصر لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة في مصر. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وخلونا نتكلم أكتر عن هذا القطاع الهام والطفرة اللي أحدثها في 2019 عن 2018، واللي سجلت أعلى معدلات منذ 2011 أو تحديدا 2010. وزي ما صرح البنك المركزي بنتكلم في 12 مليار و600 مليون دولار هو العائد، هنتكلم فيه مع أستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني الكل طبعا بيلحظ هناك طفرة اقتصادية كبيرة، ومن ضمنها قطاع السياحة بشكل كبير اللي كان دايما بيعاني من أزمات كتيرة جدا، خاصة في ظل الظروف اللي بتشهدها المنطقة العربية. إزاي استطاعت مصر منفردة إن هي تحقق هذه الطفرة في ظل هذه الظروف؟ هو أولا مصر، يعني خلينا نقول إن مصر خرجت من عنق الزجاجة أو من الأزمة اللي كانت مرت بيها السياحة بعد يناير 2011. طبعا كان معدلات الحركة انخفضت ونزلت الأرقام، يعني صعب جدا نتكلم عنها. احنا في يعني الأرقام مؤخرا بتقول انه احنا في 2019 تحديدا يعني اقتربنا بشكل كبير جدا من عام الذروة، وانا بتوقع انه يعني وفقا لتقارير صدرت عن منظمات اقتصادية ومنظمات معنية بشؤون السياحة انه مصر في 2020 هتتجاوز معدل الدخل اللي كنا وصلنا له في 2010. طبعا في حاجات كتيرة جدا حصلت في مصر، منها حالة الاستقرار، حالة الامان اللي كانت موجودة في مصر خلال الفترة اللي فاتت، كل ده كان له اثر ايجابي جدا على الصورة الذهنية في مصر. لكن كان في تحول مهم كمان لازم نشوفه، هو ان احنا يعني فكره الدعايه نفسها والترويج للسياحه في مصر اختلف، شكلها اتغير شويه. يعني بدانا نهتم بفكره الاسواق الاونلاين، بدا القطاع الخاص بيشتغل في اتجاه معين. يعني انت مثلا السنه دي لو لاحظتي هتلاقي انه كان في عدد كبير جدا من المشاهير موجودين في مصر، موجودين في البحر الاحمر، ده كان القطاع الخاص هو اللي بيدعوهم او بيجيبهم، كانوا بيقضوا اجازاتهم. بس احنا فعلا قدرنا نستغل هذه الزيارات؟ القطاع الخاص قدر يعمل ده. يعني خلينا يعني منصفين، خلينا نتكلم مثلا ايه، يعني انا بتمنى انه هيئه تنشيط السياحه الفتره اللي جايه يحصل فيها
تغيير مهم. انا شايف انه دكتور خالد العناني يعني بدا يعمل يعني لديه خطه الدكتوره رانيا المشروع تولت الحقيبه دي والحقيقه انها كان جدا فيها يعني. والحقيقه ان هي كان لها فضل في تغيير في مساله طريقه الدعايه. لكن احنا محتاجين انه ده يتغير بقى اكتر. يعني احنا محتاجين النهارده مش ان احنا نوصل ل 14 مليون سائح ونوصل لل 14.5 مليار دولار، لا احنا هنتجاوزهم في 2020، هنتجاوز الرقم ده بنفس يعني وبشكل وبفضل وبوتيره افضل. لكن المهم ان احنا نحلم ان احنا نبقى بلد 30 مليون سائح، نحلم ان احنا يبقى عندنا حصه عادله. احنا بالفعل عندنا المقاومات دي، مظبوط عندنا المقاومات، لكن المهم نوصل لل 30 مليون، ان احنا نحقق 30 مليون. احنا كان عندنا قبل كده مشكله في الصوره الذهنيه عن المقصد السياحي المصري. طيب الصوره الذهنيه دي اتغيرت وبدا شكلها يبقى مختلف، وبدا الشكل ده يتغير سواء في المعارض الدوليه بره اللي احنا بنشارك فيها واللي بقينا موجودين فيها طول الوقت. حتى الـ يعني فكره ان النهارده انت لما بتعمل ترويج انت بقى عندك يعني مشاهير كتير جدا على السوشيال ميديا، منهم ناس مصريين وفي ناس بتيجي تزور مصر مخصوص، والقطاع الخاص بيستجلب ناس منهم. لازم نبتدي بقى نروج ده، يبقى عندنا خطه ورقم احنا بنستهدفه خلال 5 سنين. يعني انا اقول خلال 5 سنين انا هوصل لل 30 مليون سائح من خلال 1 2 3 بالظبط، بمعدل دخل كذا، بمعدل انفاق كذا. لانه انا من وجهه نظري ومن وجهه نظر صناع السياحه انه انت بتقيس حجم تاثير الصناعه في الاقتصاد من خلال معدل الانفاق. يعني انا كل ما برفع معدل الانفاق، كل ما بجيب شريحه اعلى، كل ما ده بيصب في صالح الدخل القومي. تمام. طب المشروعات القومية السياحية اللي الدولة بتفتتحها ومستمرة فيها، ويمكن اللي احنا كمان منتظرين اكبر حدث هيتم اللي هو المتحف المصري الكبير، اللي منتظر ان هو ده يعمل طفرة كبيرة جدا في اعداد السياحة المصرية، هيك شايف ازاي ساهمت هذه المشروعات؟ بنتكلم على الجلالة الجديدة، العالمين الجديدة، كل دي مشروعات سياحية بتخاطب السياحة بشكل اساسي، ازاي ساهمت هذه المشروعات في زيادة اعداد السائحين او ستسهم كمان؟ يعني خليني اقول لك انه دايما السائح المرتقب هو بيدور على المنتج الجديد. يعني هو يعني السياحه بتفضل طول الوقت السائح من يعني دايما بيبقى ملول، هو عايز يشوف حاجه جديده. يعني اذا النهارده كان السياحه الرياضيه مثلا هي زي ما بيقولوا يعني بتعبير دارج كده هي موضه، بعد سنه هتلاقي في نوع تاني من السياحه طالع حاجه جديده. فانت كل ما بتقدم مشروعات جديده، يعني لما انا النهارده يبقى مصر متعدده المنتجات السياحيه، يبقى في مسيحه ترفيهيه مثلا في البحر الاحمر، فيبقى عندي بطوله للكات سيرف، عندي ده بيجذب ناس، وعندي في نفس الوقت الحاجه اللي بتميزني اللي هي السياحه الثقافيه او الاثريه. والنهارده العالم كله يعني. العالم كله بيترقب النهارده افتتاح المتحف الكبير. طبعا ده انا عايز اقول لحضرتك انه يعني 90% من حجم الحركه اللي حوالين العالم دلوقتي بتفكر في المتحف الكبير هيكون في ايه، عايزه تحضر، عايزه تشوف، عايز تتفرج. الحدث ده حدث مهم جدا. وهنا خلينا نتكلم عن فكره دور السياحه وصناعه المحتوى. يعني احنا دلوقتي المفروض بنعمل محتوى او بنتكلم عن محتوى له علاقه بالسياحه. المفترض انه احنا دلوقتي نبتدي يبقى عندنا محتوى متنوع، ونستغل الحدث اللي هو بتاع المتحف الكبير ونروج لده خلال بورصه برلين اللي جايه في شهر 3، اللي هي يعني زي ما بيقولوا كده اهم حاجه في العالم، اهم حدث سياحي في العالم كله. طبعا احنا هنكون بنتكلم فيه وقتها عن المتحف المصري الكبير. لكن لما بيكون في محتوى كمان بيتروج في الوقت ده على مواقع التواصل الاجتماعي، بيتروج في الإعلام الإلكتروني، في المجلات المهنية المتعلقة أو اللي بتراقب قطاع السياحة بس وبتتكلم عنه، كل ده بيفرق. لأنه ده بيأثر في صناعة القرار اللي بياخده السائح اللي بيفكر يزور المقصد السياحي. طب هو فكرة عدم الإعلان حتى الآن عن تاريخ لافتتاح المتحف المصري، بنقابل ناس كتيرة بتعمل في مجال السياحة بيقولوا لنا حابين يحددوا على الأقل الشهر يعني اللي هيتم فيه الافتتاح، لان الحجوزات لو احنا بنتكلم عن فتره معينه هي اللي هيبقى فيها التكدس ده، السائحين كتار هيجوا مصر، محتاجين يحجزوا من بدري، محتاجين ياخدوا مواعيد بدري. فهل في انباء عن هذه الفتره هيتم امتى او هيتم يعني هو لسه لم يحدد تاريخ، يعني نقدر نقول يوم كذا هيبقى الافتتاح،
لكن خليني اقول لحضرتك انه طبيعي جدا هو الطلب على مصر بيزيد بمعدل متنامي بقاله فتره، يمكن نقدر نقول مثلا من النص الثاني من 2018 واحنا معدل الطلب على مصر بيزيد، واحنا هدفنا ان احنا نخلق طلب، يعني هو الهدف من مصر انها تخلق طلب عليها كمقصد سياحي. المتحف وفتح المتحف ده جزء من الاسباب ومن الدوافع اللي بتخلق هذا النوع من الطلب. بالتأكيد طبعا انه هيكون في قبل الميعاد الافتتاح بفترة كافية هيتم الاعلان عن الموعد بشكل واضح، لكن ده بيبقى متعلق طبعا باجراءات بتعمل منها اجراءات الدعم اللوجستي للمكان، المناطق اللي حواليه، مسألة تيسير الطرق، حاجات كتيرة جدا مرتبطة بيه. طيب نقدر نقول الطفرة اللي حصلت في عائد القطاع الاقتصادي في الفترة الاخيرة ان توجه مصر تنوع اشكال السياحه، احنا شفنا في الاخر فتره الاخيره في اهتمام كبير جدا خاصه بسياحه المؤتمرات، كل يوم في شرم الشيخ تقريبا بتستضيف بشكل اسبوعي او شهري ان صح التعبير ان مؤتمر دولي، مؤتمر دولي، مؤتمر شباب، مؤتمر اقتصادي مهم جدا. ازاي ساهمت النوعيه دي من السياحه في تحقيق الطفره اللي احنا بنتكلم عنها النهارده؟ السياحه صناعه مرتبطه بالاعلام بشكل شديد جدا، فلما حضرتك بيكون عندك مؤتمر دولي حضره شخصيات عامة، حضره رؤساء دول، وبالتالي بيبقى فيه تغطية إعلامية واسعة جدا سواء من وسائل إعلام محلية أو إقليمية أو دولية، ده بيفرق كتير، لأنه في النهاية يعني لو حضرتك بتغطي مؤتمر هناك أكيد بتعملي تقرير مثلا عن شرم الشيخ، عن مكان معين فيها، وسائل الإعلام العالمية بتوجه بالزبط نظرها لهناك، فلما بتوجه النظر أو بتسلط الضوء على المكان ده بيبقى فيه رغبة شديدة جدا من صناع المؤتمرات أو الناس اللي هي بتفكر إن هي تعقد مؤتمراتها خارج الدول بتاعتها، بتفكر في مصر كمقصد سياحي، بتفكر في شرم الشيخ. لما بيكون التنظيم جيد، خصوصا إنه يعني دلوقتي البنية الأساسية من ناحية قاعات المؤتمرات في شرم الشيخ بقت كبيرة وبقت مهمة، فهي موجودة فعلا على خريطة سياحة المؤتمرات. لكن أنا في تصوري إن إحنا محتاجين إنه ده يحصل كمان في مختلف المقاصد السياحية عندنا، يعني الإسكندرية مثلا أحد الوجهات السياحية اللي بيجي لها سياحة مؤتمرات من شركات، لكن محتاجين انه يبقى عندنا قاعات اكبر، ومحتاجين يبقى عندنا اجنده اوسع لسياحه المؤتمرات. اسوان مثلا، يعني خلينا نتكلم عن اسوان. اسوان دي مشتى لشخصيات عالميه مهمه جدا كانت بتيجي اسوان، واسوان بلد جميله، رؤساء دول فلابد من خلق محتوى عن اسوان والترويج لها بشكل تاني يعيد المساله دي للاذهان ويجذب يعني مشاهير، يجذب لعيبه كره القدم، لعيبه كره القدم. هل لسه مش موجود اسوان والاقصر ما فيهاش؟ الاقصر عادت، يعني خلينا اقول لحضرتك انه حجم الاقبال والطلب على الاقصر في الفتره اللي احنا فيها ده يعني صعب انك تلاقي حجوزات في الاقصر. محل يعني داخلي يعني عشان لا 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 محليين ولا الاجانب؟ لا لا لا، انا بتكلم هنا عن السياح الاجنبي، يعني السياحه الداخليه طبعا هي مهمة، ومهم المواطن المصري يشوف بلده لأن ده جزء من صناعة الهوية، لكن في النهاية لما بنتكلم عن اقتصاد وبنتكلم عن البيزنس في السياحة فإحنا بنتكلم عن السائح اللي جاي من بره، هو ده اللي بيدخل عملة صعبة، هو ده اللي بيخلق فرص عمل، لأنه السائح اللي بيجي من بره وبيخرج يشتري النهاردة سوفونير مثلا ده بيفرق جدا وبيرفع من معدل متوسط انفاق السائح. فلا احنا عندنا فرص هائلة جدا، لكن مهم فكرة ان احنا ازاي نصنع محتوى جاذب للسائح الاجنبي يجي من بره عشان يجي مصر عشان يجي يعقد مؤتمرات عندنا في اسوان. طيب في النهاية كده حضرتك توقعاتك ان نوصل لمعدلات 2010 ونتخطاها في 2020 ولا لسه محتاجين اكتر؟ اتوقع ان احنا هنتخطاها في النص الثاني من 2020، هنتخطى معدلات 2010 سواء على مستوى عدد الليالي السياحيه او على مستوى معدل الدخل، وكمان متوسط انفاق السياح انا بتوقع ان هو هيرتفع عن سابقه في 2010، وده طبعا مرتبط بوجود افتتاح المتحف المصري الكبير، مرتبط بانه يعني يمكن انا حابب ان انا اتكلم عن
فكرة ضم وزارة السياحة والآثار ده هيكون له أثر إيجابي على القرارات اللي هتخرج. القرارات اللي هتخرج أولاً هتبقى بالضبط من جهة واحدة. الوزير شايف القطاعين وشايف إزاي الاثنين يتربطوا ببعض وإزاي هو التنسيق دايماً بيكون ليه أثر إيجابي دايماً على اتخاذ القرارات. يعني بشكرك شكراً جزيلاً الأستاذ هشام شوقي رئيس قسم السياحة بجريدة المصري، شكراً جزيلاً نورتنا النهاردة في هذا الصباح. ميرسي يا فندم، شكراً لحضرتك والسادة المشاهدين. شكراً، والشكر أيضاً موصول لحضراتكم مشاهدينا. وبكده انتهت فقرات هذا الصباح، وغدا بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.